احنا اليوم في اطار مبادره تطوعيه اللي هي حمله تبرع بالدم اللي كنقوموا بها سنويا كتقوم بها الجمعيه سنويا. يعني هذه المبادره التطوعيه هي حمله تبرع بالدم، رساله لجميع المغاربه وجميع البيضاويين باش حتى هما يلتحقوا بالمراكز ديال الدم، لانه كاين خصاص كبير في المراكز الاحتياطي ديال الدم شبه فارغ. فرساله للجميع، الله يجازيكم بخير، جيو تبرعوا بالدم لانه كاين خصاص كبير كيف قلت لكم. غنديروا نفوسنا حتى حنا واحد النهار غنكونوا محتاجين الدم، غنكونوا مراض، فلهذا خصنا نتبرعوا بالدم، خصنا نلقاو ناس اللي كيتبرعوا لنا بالدم لانه كنحتاجوهم وكيحتاجونا. جيت كنقوم بالواجب ديالي، هو بالدرجه الاولى واجب انساني وواجب وطني، فين ما كانت فرصه كنجي. هذه اول مره غادي نجي نتبرع وانا فرحانه بزاف، حيت جيت حيت ما عرفتش حيت شكون اللي نقدر نعتق اليوم. وبغيت نقول لكاع الناس تبرعوا بالدم، ما تعرفش حيات شكون اللي هي غادي تعتق، ويمكن خوك ولا باك ولا اي واحد في العائله يتحط في هذا الموقف، فتبرعوا بالدم عفاكم.